وبصحة جيدة وراكم هما هادوك. اليوم البنات راني فايقة بكري، عندي خدمة في مكناس، تحية الناس مكناس كاملين. ان شاء الله غادي نشدو الطريق دابا. صراحة ما غاديش نمشي بطوموبيلتي، غادي نمشي مع الناس، مع واحد زيانة تبارك الله عندها فرع تما في مكناس وعندها هنايا في تازة ما شاء الله. غادي نمشيو لمكناس باش غنديرو واحد شوتينغ، وهانتوما معايا باش تشوفين شي حاجة غتكون طوب، شي حاجة زوينة. وماما يمكن غدا، يمكن غدا عندها العملية. المهم مورال طايح، ولكن الخدمة ضروري منها، ضروري خصك تخدمي، ضروري خصك كي كنقولو حنا تمشي تجيبيها فم السبع، حيت الوقت هذا ماشي ديال الجلاس، ديال الخدمة. وماما راها فايقة، شنو دايرة في يوتيوب؟ لا ماما دايرة لي انا في يوتيوب كتفرج فيا، عاد كتفرج قال لك ايوا. دابا رانا خارجين، يلا هو البنات نوضي، اختي نوضي تمشي معايا الى مدينة مكناس. مكناس، الله يوصلكم على خير. امين، يلا تنعسوا لا ما ننسوش، يلا زيدي معايا اختي، نوضي نوضي يا اختي، يلا تمشي معايا لمكناس. وتحية الناس مكناس، كنحمق على داك المدينة، واخا عرفتو شحال هادي ما دخلت لوسط مكناس، يعني كندوز من حداها واني وسط طولت. مكناس ما شحال هادي. ان شاء الله تدير ماما العملية وداك الشيء، وغادي نجيو نتسارو عندكم في مكناس. يلا زيدي اختي. عرفتو شنو جاني البرد وانا لبس هادي؟ عيطت لماما مسكينة من الفوق، قلت لها والو رمي لي دابا شي جاكيطة، او هي رمات لي هادي لبسها. ايوا يا البنات، كيف كنعرفو كاملين حنا عندنا ليله وحده اللي كنفرحو بها، الفرحه ديال الصحه لاله، وكنكونو في داك النهار في نهارنا. غير هو الصراحه خاصنا نحسنو الاختيار في النقافه اللي غادي تطلعنا اميره، واكيد ما نساوش اختي تاع الميكاب ارتيست، عاد ندوزو للقاعه والتريتور، واو واو سير كتحسبي فيهم. ايوا لاله تبارك الله على هاد الثنائي اللي الصراحه ما نكذبش عليكم، انا حسيت راسي في نهاري وعجبني راسي، واخا نكونو واضحين انه ليله العمر مره وحده كتكون، واخا تعاوديها 20 مره ما كتجيش بحال النهار الاول. سبحان الله العظيم، انا شوفو شحال من حفله وشحال من عرس عاودت، ماشي عرس ولا جوج، ولكن داك النهار الاول داك الفرحه الاولى كتكون بوحديتها. كي قلت لكم واخا تعاودي اختي 20 مره ما كتجيش بحال النهار الاول سبحان الله. ديك الشيء علاش البنات جبت لكم ريحه بلي تبارك الله عليها عندها ما تقول، وخدمتها متوله ديال بصح. وحمزه كذلك تبارك الله عليه، الناس مكناس زعما راه عندكم ناس مكناس ما تقولوا، عندكم واحد الميك اب ارتيست اللي الصراحه خدمتو عنده الانامل الذهبيه. كيف ما قلت لكم لاله داز، ايوا داز داك النهار زعما الصراحه داز اونيك، داز واحد النهار اللي هو غزال 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 مع الناس الغزالين. واي حاجه كل ما عطيتيها البنات كتعطيك سبحان الله العظيم، اي دومين عطيتيه غيعطيك، اي حاجه عطيتيها لاله غتعطيك. داكشي علاش النهار الاول البنات عرفوا فين تختاروا. بغيت نقول لكم انه رحاب راه كديبلاصا المغرب كامل، نقافه الملكي راه كديبلاصا المغرب كامل تبارك الله، هي ومنير مدخلين شي حاجه طوب دي طوب. وبغيت نقول لكم انه داك النهار داز واعر عندي، شوتينغ داز خطير خطير خطير، والصراحه كتحسي براسك وليتي لابسه شي حاجه اللي بغا مهمويه. بغيت نقول لكم انه خدمتهم زوينه، والناس اللي غيمشيو كاملين 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 البنات اللي غتمشيو من طرفي وغتقولوا لهم حنا من الطرف ديال مونا اش ام، عندك لاله حفله، عندك لاله عرس، عندك لاله اسبوع، عندك لاله ختانه باغا تفرحي براسك وبوليدك، عندك لاله عرس وباغا تطلعي ليه مهمويه، فغنخلي لك انستغرام ديالهم لتحت في صندوق الوصف، تواصلي معاهم ودخلي كذلك البنات الانستغرام ديالهم باش تشوفي اللبسات اللي متولين اللي حطوا. وراهم داروا واحد الكوليكسيون اللي هي جديده جديده تاع 2023 اللي مازال لاله ما لبسات حتى واحد. ايه يلا اختي كوني طاري طاري اختي طارق. ودابا الزين غادي نخليك مع شويه ديال الموسيقى وتمتعي ليا بداك اللبسات. هاد اللبسه البنات راها لبسه ديال الحنه كتجي خطيره، خصكم تدخلوا تشوفوها في التصاور اللي مازالين ما طلونساوش، غتشوفوا التصاور حسم لا فيديو، حيت انا حميد كيصورني من بعيد وانا حاولت نقرب لكم باش تشوفوا اللبسه. هاد اللبسه تلبسيها في الحنه، كاين واحد اللبسه في الاورانج كتحمق. وشوفوا منين تمشيو لان شي نقافه فين زعما ماشي ضروري تكون رحاب، ولكن زعما منين تمشيو لبسوا الحاجه عاد اختاروها، ماشي تشوفي الحاجه غير بعيد، حيت الحاجه اللي تواتيك حتى كتلبسي عاد كتبان لك واش واتاتك ولا لا. دابا لاله غادي نخليك مع شويه ديال الموسيقى وتمعني ليها لاله في اللبسات، وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام. والبنات عافاكم عاونونا بشويه باللايكات، شتكم وليتو معكازات وانا ماما دارت العمليه، وانا غادي نوض لكم نوضه واحده شراني، مني ما غتبقاو تقولوا لي اوف منك علاش نطيكم بقيتي مكتئبه وناعسه ومريضه. ويلا لاله نوضي نوضي فيقي وهزي راسك معايا.
حيت بصراحة بارك علي، انا خفت فيما فيه الكفاية ورجعت للنور فيما فيه الكفاية. دابا لالا خصني نوض ونتوقد ونوض لقناتي، حيت شت راسكم انتوما تكاسلتوا، انا تكاسلت وانتوما قلتوا لي ما كتعرفي، ما بقيتوا كتعاونوا بلايكات، ما بقيتوا كديروا كومونتيرات، ما بقيتوا كتبارطاجيو الفيديو. مالكم اختي على حالتكم؟ مالكم اختي باغي تشفيو فينا العديان؟ اويلو حي نوض اختي، جمعي لي الوقفة وترزني معايا. توقدي اتوقدي لي لالا، راه العديان كيعاينو غير شنو يشوفو. راه العديان لالا ديالنا، حيت دابا نتوما راه وليتو داخلين معايا في الشبكه، حيت نتوما دابا اللي كتبغيوني كاملين، راه هادوك اللي عدياني راه كيبغي حتى نتوما وليتو عديانهم. يا اختي مبينه لهم حنه يدينا، وكثري اختي من اللايكات وكثري اختي من لي كومونتير، وعطينا الراي ديالك وتاكتيفاي معايا في هاد لاشين اختي. نوضي نوضي وقفي وجمعي لي الوقفه، راه بركه اختي، راه حنا عام وحنا ناعسين، دابا خصنا نخدموا على راسنا. اويلي نتوما معايا دابا، نتوما معانا ولا مع غانا؟ غير قولوا لي واش معانا ولا مع غانا. شوفوا لي اختكم كيفاش كتبوز، عرفتو داك النهار سبحان الله شي بوزات تتشوفهم في التصاور، ما عرفتهمش منين طاحوا عليا، واخا كنت زعما عقلي ما رانيش معاهم. يعني هنا غتشوفوني اني ماشي داك لي شوتينغ اللي كندوزهم دائما الضحك والنشاط، واني دا ان شاء الله دابا نعاودو مع ريحه بشوتينغ، وغادي غادي تشوفوا داك الشيء الغزال الغزال غادي يدوز مع ريحه، حيت فريمون البنات ريحه بواحد الانسانه غزاله، لا هي لا هيبه لا سيمو الفوتوغرافي لا كل شيء. منير سالينا البنات، عرفتوا والله الا للعدم الى العيالة فاتيك فيا واحد الايه، واحد الايه ما يمكنش تصوره. حيت عروسه اخرى، حيت عروسه اخرى. تبارك الله البنات، ساجد بروفيسيونيل في الميكاب ما شاء الله عليه، عرفتوا ميكاب ديالو خطير. دابا عيني دمعات، ايوا صافي يلاه اختي تنمشيو نفطروا في راسكم. حنايا شوفوا راه قريب العشاء وحنا باقي ما فطرناش، عاد غادي نفطروا. شوفوا راه ضاع الماكياج من الصباح وانا كان الاخر، وشوفوا البنات شوفوا كيفاش بروفيسيونيل في الماكياج، شي حاجه توب دي توب، شي حاجه واعره. وهنا خوتي جينا نفطروا تبارك الله واحد الريستو البنات، تما كافي او ميم طو ريستو كيديروا فيها الفطور. الفطور ديري البوفي داك الشيء زوين بزاف بزاف، واخا حنا ما وصلناش مع البوفي تبارك الله، السيد الله يسهل عليه وجد لنا كل شيء دغيا. اذا تعرفوا جينا فطرنا، يلا خرجنا دابا عاد من الفطور. عرفتوا واخا جينا روطار لقينا الفطور زعما مازال مازال الحمد لله. ايوا فطرنا ودابا راه حنا خارجين تبارك الله، داز واحد شوتينغ زوين مع ناس زوينين. دابا نبارطاجي معاكم في انستغرام التصاورات وداكشي، حتى انا دابا حطيت لكم التصاورات شوفوهم، ودابا نطاقي لكم حتى لاباج ديال الزيانه حتى هي دابا نطاقيها لكم لتحت تشوفوها. تبارك الله داز واحد شوتينغ غزال 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 ديال بصح. البنات ديالي الله ساليت لكم دابا هاد الفيديو المونتاج، وجي بغيت نصور لكم هاد الطريف هذا باش نهضر معاكم. بغيت نهضر لكم على شوتينغ، شوتينغ كان قبل ما دير ماما العمليه، راني قلت لكم كنت خدامه في مكناس، ولا غدا جينا لفاس. يعني ما شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، الخدمه سير الخدمه، وتفليه سير التفليه، والضحك سير الضحك، والمرض سير المرض. المهم الله يحسن العوال لكل واحد، والله يكون مع كل وحده كتدبر على طرد الخبز باش ما كان. المهم خوتي راني درت لكم هاد الشوتينغ، بغيت نقول لكم انه تبارك الله داز سعدنا شي مشي شي نهار من الصباح حتى شي 12 ديال الليل ولا، المهم الصباح النهار كامل وحنايا في مكناس، داز سعدنا واحد العشيه زوينه تبارك الله. شوفوا راه زوينه ملي كتلاقي مع، انا ما عمري في حياتي ما كنتمشى مع هادي بنت فلان وهذا ولد فلان باش نكون واضحين، وما عمري في حياتي ما كتمشى مع هادي ديال فيها لي زابوني وهادي ما عندهاش، ولا هادي هادي عندها لي فيوز ولا اخرى ما عندهاش. انا جامي دافي، انا كيعجبني الانسان يكون الروح ديالو من داخل كي داير، كيعجبني الانسان يكون الداخل ديالو نقي، ما عنديش مع داك التكبر، ما عنديش مع داك بنادم يحس براسو او لا لا سي كوا سا الفوق 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 الفوق، ما عنديش مع داك الشيء، حيت حنا كاملين بني ادم كاملين ولاد 9 شهور. وانا اي وحده كتبغى تعلى عليا كنهبطها هبطه وحده، ما كنعاودش نعقل عليها، كتولي كتبان لي بحال لابوبي الله يجعل امها تكون هي شاده هذا المغرب كامل، ما كنبقاش عندي معاها. هي كنشوف بنادم فيها الفوق 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 ما كيطيح كيطيح من عيني، علاش؟ حيت حاشاكم ما كتكبر غير الزباله،
متالية الزبالة هي اللي كتبقى وحدة فوق وحدة وحدة فوق وحدة. الله يجعلنا نوصلوا فين ما وصلنا. خص الإنسان يبقى قال لك من تواضع لله رفعه. وكيبقى بنادم حاشاكم كيدخل الطواليت، كتدخلي الطواليت كتقضي حوايجك في الطواليت، إذا من أنت؟ بحالني بحالك، بحالنا بحال جميع أمة سيدنا محمد. فداك الشيء علاش كيعجبني نعاشر الناس اللي الروح ديالهم زوينه. انا دائما تقدري تلقيني، الله يجعلك تقدري تلقيني ما عرفت مع من، ونكون كنحمق عليها علاش الروح ديالها زوينه. هاد الهضره بدات الناس اللي خدمت معاهم في الشوتينغ، تبارك الله عليهم، ناس طيبين، ناس الله يعمر هذا. كي كنقولوا حنا ولاد الشعب وبنات الشعب، كي كنقولوا حنا يا بنات الخير وولاد الخير. فخدمنا مع واحد الناس الله يعمرها دار، مع ريحه تبارك الله غزاله، واحد اختها في الكوشه تبارك الله ما شاء الله هيبه. اختي داك البنت الحلاوه 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 الحلاوه. شحال كنحمق على الناس بحال هكاك، شحال كنحمق على الناس اللي يكونوا حلوين بحال هكاك. خويا منير سيمو مسكين، حمزه ساجد حتى هو مسكين، عرفتو منين جيت هو كيسولني على ماما شو دارت ماماك، هادي هادي مسكين، كيقول لي بالي مع زعما صهيب، زعما الله يسهل عليهم الله يحفظهم، زعما والله العظيم ناس حلوين بزاف. بغيت نقول لكم ناس مكناس، راه عندكم واحد الميك اب ارتست خطر، سيروا عنده وقولوا له حنا من طرف ديال منى اش ام، والله العظيم الا خدمتو واعره 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 واعره، سعداتكم به والله. وبالنسبه للنقافه اللي لبست ديالها راه بزاف عندها لبست، خليكم انستغرام ديالها لتحت باش تشوفوا لبست اللي عندها. راه كديبلاصا فين ما كنتي في المغرب تجي عندك، راه كديبلاصا البنات كتخدم ديك الشيء تبارك الله انت والبنات اللي غادي يبغيو يخدموا عندكم. حنا عندكم عرس، عندكم خطبه، اللي عندكم قلتوا لها حنا من طرف ديال منى اش ام غادي يديروا لكم واحد لو بري ديالكم نتوما، واحد الثمن ديالكم نتوما. كما قلت لكم دازت عشيه زوينه مع ناس زوينين، مع الناس اللي كتبقى كدوم معاهم العشره، الناس اللي كيكونوا فريمون من داخل نقيين. الحمد لله انا تالمو انا نقيه، ربي كيلاقيني مع ناس نقيين، وما كيطولليش العشره مع ناس خبثاء ولا خبيثين، راه ما كيطولليش ربي العشره، يعني غير طق 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 كنمشي كنسالي. وانا من النوع ديالي انا هكا دايره سبحان الله، اللي كيدرقني بخيط انا كندرقو بعشرة د الحيوطه، ما كندرقوش غير بحيط واحد، حيت قيمتي وكبريائي وكرامتي ونفسي وعزتي راه ما كتسمح ليش، راه ما يمكنش انا نطول العشره مع بنادم. انا راه عندي مع الناس البسطاء، باش نكونوا واضحين، انا كنموت وانا التراب ديال الرجلين، تراب تراب الارض ديال الناس اللي بسطاء، انا التراب ديال الارض ديالهم، انا ديال الناس اللي بسطاء، الناس اللي كيبغيو الخير لكل شيء، الناس اللي كيتعاملوا مع كل شيء، الناس اللي ما كيقولوش هذيك فلانه غير فلانه وهذاك فلان تبعوه. فهذاك الناس كيكونوا اصلا وحق الله العظيم الا ملي كنجلس مع بحال هذا النوع كيبقاو كيبانوا لي ديكولاس ديكولاس، والله كيبقاو يبانوا لي ما تماش، كيبقاو كيبان لي بنادم سبحان الله كيطيح داك القيمه وداك الهيبه ديال الواحد. ملي كتبقي كتلقايه كيقارن الناس بهادي بنت فلان وهذا ولد فلان، ولا هادي عندها وهذا ما عندوش، وعلاش هاديك ما عندهاش، كنبقى لدرجه انه بعض المرات كيشدني اللقوه ما كنقدرش نهضر، كنبقى كنشوف وكنستهزئ بدوك الناس كيكونوا كبار وكيصغاروا في عيني بهذا المصطلح، يعني كيصغاروا. ما انا هكا خوتي، انا ماشي ماتيرياليست بالعربيه، انا كنبغي الناس اللي يكونوا فريمون كيبغيو الناس، واللي يكونوا بصح ناس دراوش. واخا يكون مال عندك مال الدنيا، واخا يكون عندك راه عاشرنا وحق الله البنات. واحد المره وتحيه ديديكاس لذاك البنيتات اللي تلاقيتهم في كازا، واحد المره مشيت البنات لكازا انا وحميد وكنا كندورو في لاكوت، واحد البنيتات كانوا كيديروا السبور بقى عقله ليها بحال البارح، وما يشوفوني انا وحميد وما يجيو عندي وما يقولوا لي منى اش ام حميد هادي، قلت لهم هضروا معانا يلا وزيدوا تمشوا معانا تغداو معانا يلا. وعرفت واحد البساطه واحد الحلاوه اللي تشوفيهم نتوما يقول تقولي هادو والو، عرفت واحد البساطه واحد التواضع وحق الله البنات. ديك الساعه ما كانتش عندي الطوموبيل، انا مشيت وهذه ديما كنعاود هذه القضيه، انا غاديه وديك البنيتات مشاو بالطوموبيل، مشاو على رجليهم وركبوا في الطوموبيل ورجعوا من البلاصه فين انا وحميد واقفين، وما يكلكسوني وما يديروا لي باي باي يلا سيدي تمشي معانا، وهذه واحد الادب. والبورش اخر ما كاين في البورش عندهم واحد التواضع، وتلقاي وحده عندك ليو كات كريا وطالعه السماحه حسب فراسه ما عرفتش شكون هي، وهي غير كريا وعرفتو البورش اخر ما كاين في البورش، وتبارك الله واحد التواضع واحد الادب واحد الصواب سبحان الله خوتي. انا داك الناس كنحمق عليهم وكنسطع عليهم، راه كاينين ناس
شادين المغرب كله وكتلقيهم تواضعين. الحمد لله هاد يوتيوب عرفني مع ناس فين شتو فين يبانو ناس كنعرف. وا وا ما يمكنش. والتراب التراب ديال الارض كيطيحوا معاك الاب لواحد الدرجه راه ما يمكنش تصوروها. فداك الشيء علاش كنقول لكم دائما من تواضع لله رفعه. وانا كيعجبني الناس يكونوا يعني مزيانين يكونوا هكا في الارض يكونوا ما يكونوش طاعرين في السماء وحاسبين براسهم. هذا ما كان غزالي.